وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده اقول لكم على حاجه كده عجبتني جدا في باوربوينت فحبيت ان انا اشرحها دلوقتي. لو انت عايز تعمل اشكال مثلا زي اشكال مثلا زي دي اللي هو مثلا شكل مثلا زي تظبيط مثلا اداره مثلا، فانا حبيت بدل ما تدوس على سمارت ار وتعملها، فانا حبيت ان انا اوريك طريقه اسهل بكتير قوي. هتفتح تكست بوكس عادي، مثلا الاداره مثلا مكونه من سي اي او مثلا اللي هو المدير التنفيذي، بعد كده تحتي مين؟ تحتي اول ما تدوس تحتي تروح دايس على كلمه تاب. تاب هتبقى هناك الناحيه الثانيه، هتبقى تحتي السي اس او اللي هو المدير المالي، وبعد كده هيبقى تحتي السي اف ده سي اس او قصدي المدير بتاع المبيعات، السي اف او المدير المالي، السي تي او اللي هو المدير بتاع التكنولوجيا، المدير التكنولوجي. وطبعا بقى ممكن تحط بقى تحتيهم حاجات كتيره جدا، يعني مثلا تيجي مثلا تحت السي اس او ده السي اس او وتروح عامل انتر وتروح ناقل تحتيه كده مثلا بمانجر او اريا مانجر، اريا مانجرز، والاريا مانجرز دولت هيكون مثلا معاهم مثلا شوب مانجرز، شوب مانجرز، ما بحب انا الكلام يبقى اوله كابيتال مانجرز، والسي اف او مثلا هيكون تحتيه مثلا ايه سوبرفايزر، مثلا سوبرفايزر، السي تي او هيكون تحتيه مثلا ادمن، حاجات زي كده يعني. دي تفاصيل كتير قوي. كل عليك انك هتروح عامل عليهم كده كلهم، وتروح دايس كليك يمين، وفي حاجه اسمها كونفرت تو سمارت ار، تروح دايس عليها وتروح دايس على كلمه مور مور سمارت ار جرافيكس اهي، سمارت ار ارت قصدي سمارت ارت اهي، ونروح مثلا مختارين الشكل ده كده ونروح دايسين عليه مرتين، نقل لنا الشكل ده. فطبعا الاريا مانجر والسي اس او اللي هو احنا المفروض ان احنا كنا ننقلهم دي تحت دي، يعني المفروض كانوا يبقوا ده تحت ده. فنعمل مثلا دي كده، دي نعملها واحده كمان كده، واحده كمان كده اللي تبقى بالمنظر ده، ونروح عاملين دي كده كونفرت تو سمارت كونفرت تو سمارت ارت، سمارت ارت مش سمارت ار، سمارت ارت اهي، هيراركي اللي هو التقسيم بالظبط كده اهو بالظبط. بس كده يا شباب، وتقدروا بقى تقدروا ان انتوا تزودوا عليها حاجات، يعني ممكن مثلا نرجع كده لورا كده شويه كمان، السي اف او هيبقى تحتيه سوبرفايزر، هيبقى تحتيه مثلا معرفش مراجع او حاجه اسمها تاكس اكاونتنت مثلا، اكاونتنت اللي هو محاسب بتاع الضرايب، السي تي او هيبقى تحتيه الادمن، وهكذا بالمنظر ده كده. هو كانك بترسم خريطه بس من غير اي ما ترسمها بتعب على السمارت ارت، وتروح عاملهم كده كليك يمين كونفرت سمارت ارت، كونفرت سمارت ارت هيراركي، ونروح عاملين المنظر الجميل ده. بصوا المنظر ده جامد قوي. اتمنى اكون فدتكم، واتمنى ان انا اكون عملت لكم حاجه سريعه. وتقدر طبعا بقى تعمل في السمارت ارت ده بقى دلع بقى، يعني مثلا تعمله بالالوانات دي، انا عايز بس يجي ناحيه اليمين او الشمال عشان اشوف بس الالوان هتبقى عامله ازاي كده مثلا، اللي هو ده البيج هيد او اللي هي الراس الكبيره السي او، وتحتيه ده وتحتيه بالالوان اهي. تقدر مثلا تعملها الوانات زي كده، يعني بصوا بيبقى في اشكال حلوه جدا انك تقدر تعمل تبين شغل، بدل ما تعملها يعني دي اسهل طريقه تقدر تعمل بيها، احسن من الشغل انت تفتح واحده وتعمل واحده وتضيف واحده. لا الموضوع كان احسن بكتير قوي المنظر ده، عشان برجع كنترول دي تعملها بالمنظر ده. وطبعا بقى لو انت مثلا عايز تضيف مثلا يعني مثلا ايه، لو تحت الادمن ده مثلا واحد مثلا زي هيلب ديسك مثلا، نفترض مثلا هتروح عاملها كده مثلا هيلب ديسك، هيلب ديسك اللي هي هتبقى ده تحتيه ده وده تحتيه ده، نعملها كده ونشوف كده اللي هيحصل اهو. كليك يمين كونفرت سمارت ارت، ونعمل هيراركي اهو. بصوا الادمن تحتيه الهيلب ديسك اللي هي دي حاجه اسمها، لو انت بقى طبعا طب افرض مثلا انت وصلت للمرحله دي وعايز بقى ايه تشتغل من اول هنا، هتلاقي مثلا لو انت عايز مثلا تحت الشوب مانجر ده مثلا تحتيه مثلا وليكن الربات اللي هم الناس السيلز مان، الناس اللي بتبيع، هتروح دايس كليك يمين هنا وتروح دايس اد شيب
اد اسيستنت، اسيستنت دي اللي هي دي تبقى تحتيه. ايوه بالظبط، دي هنكتب هنا ونكتب هنا اللي هو سيلز مان. بحب الكلام يبقى كده اهي بالظبط. فبقى بص المنظر بقى عامل ازاي، اللي هو السي اس او تحتيه الاريا مانجر، تحتيه الشوب مانجرز، تحت الشوب مانجر السيلز مان وهكذا. فالموضوع بقى تفصيله كتيره جدا، وكل بقى ما تزود بقى في التفاصيل كل ما الموضوع يبقى معقد اكتر. يعني يعني تقدر بقى تزود مثلا تحت يعني ممكن مثلا تحط تحت السي اي او ده مثلا حد ليه هو لوحده، فتروح عامل مثلا دي اد اسيستنت، دي هتبقى لوحدها خالص، دي كده اهي. ومثلا دي تكتب مثلا اللي هي ايه ادمن اسيستنت او اسيستنت وخلاص، اسيستنت اسيستنت. فاهمين؟ يعني بص المنظر هيبقى زي خليه النحل كده، اللي انت عمال كل شويه عمال تزود، والاسيستنت دي مثلا في حد بيزود تحتيها ولا لا. يعني قصدي تقدر تعمل هيراركي او شجره كبيره عن طريق المنظر ده. وطبعا بقى ممكن بقى تعمله بقى باشكال حلوه، يعني ممكن تعمله شكل جميل زي ده مثلا. انا الشكل ده حلو مثلا، او لا ده لا ما, ما لا في اشكال حلوه كتيره زي مثلا ده كويس، ده كويس. ونعمل بقى الالوانات بقى اللي احنا قلنا عليها دي اهو، يعني مثلا ده السي اس او، ده اللي تحتيه الاربعه اللي تحتيه، ودولت الناس اللي تحتيهم، ودولت الناس اللي تحت تحتيهم، وهكذا. فالموضوع بيبقى كويس قوي. فاتمنى ان انا اكون فدتكم، اعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.